استكمالاً لإنجازات مبادرة عينيك في عينينا اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة صناع الخير إحدى مؤسسات التحالف قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي قرية قتلة والقرى المجاورة لها بمركز طمية بمحافظة الفيوم. بنسعى إنه يضاف إنجاز جديد لإنجازات الدولة المصرية، وهو علاج مسببات العمى والتحول الإيجابي في خريطة انتشار أمراض العيون على مستوى الجمهورية وبخاصة في القرى الأشد احتياج. متخطين فوق 750 حالة مختلف أعمارهم، سواء كان كبار أو أطفال أو شباب، بنحاول على قدر الإمكان إحنا نفيدهم بالعلاج الطبي والتشخيص في عمليات العيون. بننزل نبحث ميداني وبنختار الحالات المستحقين، وبيتم نقلهم للمركز في المهندسين، بيتم إجراء عملياتهم. القافلة كانت مجهزة بكل الاحتياجات المطلوبة من أجهزة للكشف لتوفير العلاج، مروراً بعمل النظارات الطبية والتحويل للعمليات الجراحية، وتم تسليم العلاج لأكثر من 250 مواطن، بالإضافة لعمل 220 نظارة وتحويل 110 حالة للعمليات. الناس محترمين وناس ذوق جداً. الدكتور قال لي محتاجة النظارة، فروحت عملت النظارة وعطاني علاج. ما شاء الله ممتازين، مرتبين كل حاجة وماشيين صح. الدكتور بس على عينيا وقال لي هذا نظارة عملتها. تعامل ممتاز جدا، العلاج برضو يعني ما فيش حاجة ناقصة. استبرنا حلو وعطانا قطرة وقص نظارة وقال لي اخدها 10 ايام. نشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هو سهل لنا الناس دي انها تقوم بخدمه الناس اللي هي ما تقدرش تعمل حاجه زي كده. مبادره عينيك في عينينا احتفلت بتخطي المليون مستفيد خلال 5 سنوات منذ انطلاقها، وده بيوضح اهميه الدور اللي بيقوم به التحالف ومؤسساته في القطاع الطبي عن طريق الدعم الممكن لاكبر عدد من المواطنين الاكثر احتياجا.